ولدي والله ملهي. تعال وريك قريتنا الجديده. وليد الله الله يسامحك يا وليد. يا الله اللي مرحبا يا مبارك. والله اللي مرحبا صدق. يا ولد ايه تدري الساعه كم هنا؟ الساعه 12. 12 في الليل؟ 12 بالليل. انا دخلت ثلاث مرات اداره. مالي مكتب المكتب اللي ما يمدي احد يدخل فيه. والله شوف والله عرف يزبن. ايه منطش ما يمكن اطلع منه اصلا. ولا ايه ولا تكلمت في تويتر سناب. منطش يسوي شوي بس دهلون. يا ما ادري ايش اسوي يا اخي. بص الرساله. وش الرساله؟ حبيت اعلمهم اني بعبر. المهم واصور. غردت؟ لا ما غردت. ها فهمت؟ ما علمتهم. يبون مفاجاه فهمت؟ وانا ابيها مفاجاه لهم. اصور يا طول العمر واكتب يا اخي احس كم بعد يعني من الساعه 12 الان ولا سنابه. منحرم من السنابات. من الساعه 12 الا معي جوالي. بس ما تصور. الا صور. بس صورت. قمت المح لهم فهمت؟ بس يا اخي الناس تفهم نفس الناس لا. المصور واحط لي شو اسمه غيمه عند مخي على اني افكر فهمت؟ واكتب لهم. بقول لكم شيء بس اخاف تزعلون. وارسل. شوي يقعد يرسلون يرسلون ما راح نزعل احنا اخوانك وهلون انت معود على اخوانك يدقون يدقون. انا قلت باقول شيء بس لا تعلمون احد. اي انت معابر اخر شيء. وصور سناب ثانيه قلت اعطوني وعد انكم معني ما تزعلون. يعطوني وعود يا ولد. يعطوني وعود. اخر شيء كتبت بعد ساعه راح تشوفون. علي والله ما ادري ايش طلعت. كان يا ولد خلاص تدخل عطيت. يا ولد انا ساعه واحده. ليش ذكرت؟ ذكرت احنا بنواجهه. هاي هاي دادا. يلا يلا سحور يا عيال. يلا ما جهز خلينا ننجح. يلا بسابر. يا ولد بغيت تتركنا كذا. يا عيال ما هو زي البزنس. يعني دخلنا اول يوم بزنس يعني نطلع بعد من عابر. ها؟ احنا تاقلمنا تسع ايام انت. والله تاقلمنا لا الحين في محاكم. لا تذكرت جلستنا هنا. كوكو يا. تدري ايش ذكرت هنا الجلسه هذه؟ يوم يخصم علي. طيب اسمع ليش ما علمتنا اليوم صدق؟ ها؟ اليوم ليه ما علمتنا؟ يا عيال يكون برا العيال يكون برا. والله ما ادري الا متاخر والله. اسمع. والله اسمع مني بالله ربن قدات تكسير زي قبل ما بال يوم خلنا عاقلين ما في تسجيل. اسمع الحين خصم على المجموعه كامله. اي ابوي يعني ما فيها هو تكب نفسك لحالك. ما في كوكو كوكو ما فيها الحين كوكو ما ادري وين. شبكر بالله يا